ويلكم تو لرن انجلش ويز مستر محمد سعد. انا من جزيره مع مستر محمد سعد. النهارده اكسرسايز اون يونت 4 سنه اولى اعدادي الترم الاول، حل سؤال تشوز. هنا بيقول تشوز ذا كوريكت وورد ان براكتس، يعني اختاري الكلمه الصحيحه بين الاقواس. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه افتح عيني كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمه، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تاثيراتك يا هولندا، هقول معنى الكلام ده ايه واحنا بنشرح. اي فيديو جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل. مهم جدا قبل ما تتفرج على الفيديو ده انك تتفرج على زمن المضارع المستمر، هتلاقيه في قوائم التشغيل برضو. اي جرامر انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل. نمبر 1 هنا بيقول type call tie tap the icon on your mobile phone. تعال نترجم، انا مش عارف حاجة. type يعني اكتب على الكمبيوتر او الالة الكاتبة، call يتصل، tie يعني طبعا رابطة عنق او كان فعل معناها يربط، tap يعني يضغط برفق، the icon على الايقونة في الموبايل بتاعك. طبعا معاك موبايل هتديها على طول، ايه عاوز تضغط على ايقونة يبقى تديها tap على طول. اوكي اديها اللون بتاعها، اديها اللون بتاعها يا اي لايك. ايه صراحة بحب اليالو او اصفر، جميل. اوكي تمام. I can't use my tablet، مش قادر استخدم التابلت بتاعي. I need to charge، اشحن. wave الوح بايديا، finish ينهي، print يطبع it، انا مش قادر استخدمه يبقى لازم ايه اطبعه. طبعا لا، يبقى على طول I need to charge it، محتاج اني اشحنه. charge يشحن، اديها اللون الجميل بتاعنا. تمام. number 3 look my grandpa read is reading will read have read a book. انا مش عارف حاجة، هترجم. شبه بعض يبقى في الغالب بيلعب على الجرامر، بيلعب على الزمن. تمام. انا مش عارف حاجة، هعمل ايه؟ عفوا، اولا my grandpa ده مفرد، بشوف المفرد والجمع. اي مفرد لازم في زمن المضارع بسيط لازم احط له اس، يبقى ده مع السلامه. راح ايه مع السلامه؟ عشان هنا في مضارع مش ماضي، يبقى لازم هنا في اس مع السلامه. ويل ريد مش نافع معايا لان في لوك هنا، لما يلاقي ناو لوك ليسن ستيل ات ذا مومنت ات بريزنت توداي تونايت this with this، لما الاقي الكلمات دي على طول بستخدم زمن مضارع مستمر اللي هو بيتكون من ام واز وار، احط الفعل ان جي. will مش نافعه معايا، will read ولا have read مضارع تام مش نافعه معايا، يبقى look my grandpa is reading a book، والدي او جدي بيقرا ايه؟ بيقرا كتاب. is reading يقرا على طول، مضارع مستمر، ام واز وار احط الفعل ان جي. number 4 يا تمام كله سمول طبعا وسط الكلام. نمبر A بيكلم B، يبقى سؤال وإجابة، الإجابة بتعرفني السؤال والسؤال بيعرفني الإجابة. Is there any a and some teacher? B no there isn't. واحد يستعجل يقول هاي أنا شاطر، مستر محمد قال لي إني في السؤال والجملة المنفية، إني في السؤال والجملة المنفية، وهو سؤال يبقى ديها إني. أنت فعلا شاطر، بس شاطر في الاستعجال. ليه؟ لأن هنا إحنا نشوف المفرد والجمع. يا نهار أبيض، ببص هنا teacher مفرد، ما فيش اني خالص، لازم اني بيجي وراها كلمه جمع يا اما كميه، مش نافع معايا. سم بعض مش نافع معايا، بيجي وراها كميه يا اما اسم جمع، مش نافع معايا. طب ان ولا ابص على اللي وراها برضو، عشان كده بقول لك شوف اللي قبلها واللي بعدها. يا نهار ابيض، teacher بادئه بكونسوننت، بادئه بحرف ساكن مش بادئه بحرف متحرك، يبقى ان تطلع بره، يبقى على طول. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، الجملة دي تدرس في التاريخ. تمام. نمبر 5 جرامر جميل، انا بتعمد اجيب جمل متنوعة
عشان مصلحتك انت، عشان الصورة تبقى كاملة ليك انت. يا نهار ابيض، ما بجيبش اي جملة، ما بجيبش اي جملة، بجيب جمل بتيجي في امتحان وجمل قوية في كل حاجة. تمام. نمبر 5، there are much lot a lots lots of flowers and insects in the park. تمام، عاوز اقول يوجد كثير من الورد وايه والحشرات في الحديقة العامة. تمام، احلها ازاي؟ واحد يستعجل ويقول هاي a lot of، ويديها استعجال. يا ابني مش هنا a lot، ده هنا a lots. لا، مفيش حاجة اسمها a lots اصلا، مع السلامة. وهنا واحد يستعجل يقول هاي a lot of، هو فين مع السلامة. ماتش مش نافع، علشان هنا في كلمة جمع. ينهار ابيض، واحد يقول لك هاي دول شبه بعض، اختار مختلفة ويديها استعجال ويختار ماتش. لا مش نافعه، عشان ماتش يعني ايه كثير للكميه، بيجي وراها كميه، مش نافعه معايا. فلاورز الورد بتعدي، والانسكس حشرات بتعدي، مش نافعه معايا. يبقى على طول لوتس اوف كثير من، هي دي التركيبه الصحيحه. ينهار ابيض، ينهار ابيض على الجرامر النهارده. تمام. نمبر 6، you should keep your nature password advice break secret when you use technology. تعال ترجم، انا مش عارف حاجة. يجب ان تحافظ على سر لما تستخدم التكنولوجيا. لازم تحافظ على ايه سر لما تستخدم تكنولوجيا؟ الطبيعة طبعا لا، بريك الفسحة طبعا لا، الادفايس النصيحة طبعا لا. يبقى you should keep your password secret when you use technology. اوكي اوكي تمام. يبقى password، تحافظ على كلمة السر. Number 7، it's important to stay safe, worried, colorful, safe online. من المهم انك انت تبقى ايه وانت على النت، تبقى ايه، تبقى safe يعني ينقذ او يوفر طبعا لا، colorful زاهي الالوان طبعا لا، worried الان طبعا لا. انا بترجم يا جماعة، يبقى it's important to stay safe online، تبقى امن وانت على النت، تاخد بالك، تاخد حذرك. يبقى اديها ايه سيف. انا بترجم، انا حافظ كلمات. تمام، انا حافظ كلمات، كل ده بيجي في الامتحان، ده الموضوع معايا. Number 8، there is a any a lot some milk in the fridge. عاوز اقول يوجد بعض ايه اللبن في التلاجة. تمام، جملة خبرية. تمام، there is، واحد يقول هي ده مفرد ويديها بناء على ايه؟ انا مش عارف، بناء على الاستعجال ممكن. ملك لبن كمية، بيجيش قبلها مع السلامة. a lot بيجي وراها of، مفيش of هنا، مع السلامة. any ولا some، الجملة خبرية، جملة عادية، مفيش نفي اهو، مفيش نفي. يبقى هنا تطلع بره، يبقى some على طول بتيجي في الجملة العادية، بتيجي في الجملة الخبرية اللي مفيهاش نفي، او السؤال لما يكون فيه عرض او طلب. some بتيجي في السؤال لما يكون فيه عرض او طلب، زي مثلا اقول اهو هكتب لكم سؤال فيه ايه some في السؤال، في عرض وطلب اهو. بصوا كده، would you like some tea، عاوز شوية شاي، سؤال في عرض وطلب. يبقى على طول ايه؟ يبقى على طول طبعا بستخدم صب، بستخدم ايه صب. اوكي تمام اهو. ينهار ابيض، ينهار ابيض، وصم تمام تمام يعني ايه بقى ايه، اديها لكم لون تاني. شايفين would you like some tea، عاوز شوية شاي. ليه اخترت some هنا؟ عشان ده سؤال طبعا. امتى تيجي some في السؤال؟ لما يكون في عرض وطلب. تمام، عملنا number 8، ورجنا some بتيجي في الجملة الخبرية المثبتة او السؤال لما يكون في عرض او طلب. تمام. number 9، is am are do there any printers in your school. عاوز اقول في طوابع في مدرستك، ده سؤال. تمام، كويس خالص، واحد يستعجل ويديها is هي انا شاطر. بناء على ايه يا ابني؟ هنا ده في كلمه جمع printers طوابع، يبقى is تطلع بره. البناء على المفرد والجمع اللي بكلم عنه، بناء على الزغزغه والتاثيرات، كلمه بتاثر على كلمه.
تمام. ام طبعا تطلع بره مش نافع معايا، تيجي مع اي بس. ودو مش نافع معايا عشان المعنى مش عايز ده. يبقى هل يوجد are there any printers in your school؟ اديها اللون بتاعها. تمام. number 10 the last one here، بهزر فيها شوية خلي بالكم. تمام. the whiteboard is between behind with inside the teacher's desk. عاوز اقول ان السبورة ايه مالها بالنسبة لمكتب المدرس، مالها بينه؟ لا ده في هنا في حاجة واحدة مش حاجتين بينهم. تمام. وز مع المعنى مش عايز ده، inside جواه طبعا المعنى مش عايز ده. يبقى the whiteboard is behind، انا بترجم السبورة خلف ايه؟ خلف مكتب المدرس. يبقى the whiteboard is behind the teacher's desk. مهم جدا احفظ كل حروف الجر، احفظ الافعال كلها، ادوس افهم كلها، اساسيات اللغه الانجليزيه، اساسيات اللغه الانجليزيه، واتفرج على فيديوهات مستر محمد سعد، هتاسس في كل حاجه. انتهى الفيديو بتاعنا، هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعه. اشوفكم على خير. لو عجبك الفيديو اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. جود باي، مع السلامه.